السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل متتبعي هذه القناة الأنفسية. صراحة اليوم كثرت البحث، لقيت واحد الموقع صراحة موقع جيد، وهذا الموقع يساعد أصحاب المحتوى في إنشاء فيديوهات خاصة بهم بالمحتوى جيد، لكي يساعدهم أولا على إنشاء صور مصغرة، كذلك في تحرير فيديوهات بطريقة المونتاج، ثالثا يحول لك واحد المقال إلى فيديو. مثلا بالنسبة غنخدمو على هذا النص إلى فيديو، أن أولا كناخدو واحد المقال مثلا كنكتبوه مثلا على التغذية، وباغي نردو على شكل محتوى فيديو باش يوصل المشاهدين بطريقة مثلا ناخذ مثال 5 فوائد، ماشي 5 فوائد للحمية مثلا، موضوع يعني واحد الموضوع، اي موضوع الا وانه كيحولوا ما يسمى فيديو فيلم. هنا بالنسبة ايديتور انا حولت اللونجي باش ربما انا تكست تو فيديو، ربما كاين اللي غيخدم هنا لي ستوك ديال لي ميديا اللي كتكون عندك كتكون مشارجي ديجا. بالنسبة لهنا ايديتور واحد الشكل رهيب انه كيخدم الدور ديال المونتاج، او ان انا لاحظ معايا هنا قضية ديال اليوتيوب لي شورت ديال لي بورتري، يعني على حساب اللي بغا تشتغل. اذا بالنسبة لهذا غنديرو حصة مقبلة ان شاء الله اليوم، بلا باش ما نطولش عليكم قوة الشرح ديال هذا الموقع، اللي صراحة هذا الموقع رائع. مثلا هنا كتبدا هنا لي بروجي اللي كتخدم بهم كيلقاهم هنا حاطه. اذا على بركة الله اولا اش غندير، وانني غنمشي لجوجل ندير واحد الموضوع مثلا نكتبو مثلا خمس فوائد مثلا شو موضوع المشي مثلا، كنختار الموضوع هذا كناخذ هذا الموضوع عفوا مثلا هنا ناخذ هذا مثلا كم يحتاج يوميا للمشي مثلا، كنكوبيها وكنحاول نترجمها للانجلي او الفرنسية على حسب اللغة اللي ممكن توصلها. مثلا كنمشيو لعمي جوجل كيترجم لنا هذا الموضوع. اذا هنا نقلب على اللغة العربية مثلا عرب، هي هذه كنحط هذيك فوالا ها هو، كندير لها كوبي وكنحاول نقلب على الموضوع شكل بلونغ. نحن معايا مثلا نفترض بأننا نترجم، نفترض هو هذا، نفترض هو هذا هو الموضوع علاش كنقلب مثلا، فهو كيعطيه لي. إذا لاحظوا معايا هاد الصور، يعني يستحسن هاد الصور هادي تاخذوهم عندكم تاخذوهم. إذا هنا شي واحد غيقول لي بأن أولا كناخذ هاد الموضوع هذا كناخذ هاد لو ليان، كندير هاد لو ليان كوبي واحد معايا بحال اللي قلت، شي واحد غيقول لي كوبي رايت. هانتوما غتشوفوا واحد المفاجأة بأن معمرو يكون على شكل، يعني هاد التكست هادي ماشي كياخذها في التوني ولكن كيحدد لها التلخيص. مثلا ناخذ هاد الفيديو اللي عنده علاقة بالمشي مثلا، كنجيو لهنا يوتيليزي هاد تفتح عليا عفوا بان عندي شويه الانترنت ثقيله. اذا كنجيو
هنا ادوتيور يوزفين ديال هذيك اللي هي. تلاحظوا معايا بان هذاك الموضوع هذا ولكن ما كياخذش الصور، كياخذ غير المقال وكيحطو هنا. هذا هو المقال. اذا اللي كيطرحوا السؤال بين ديال الكوبيرات الى خديت هذا الموضوع، اذا راه كوبيرات، ولكن هو كتقول له كنبرك هنا طوطو سمين، يعني كيحولو او كيدير لنا على شكل التلخيص. اذا ما لقيناش كوبيرايت والبناء ما يسمى. الموضوع جميل جدا، وكناخذو وكنديرو كاو، يعني غنمشي يردو على شكل هنا كيقول لك 30. اوكي، يعني 30 ديال باش تلخصو ديال الافكار الاساسيه، يعني هنا غيحولك الى 30 مقطع فيديو، ماشي مقطعين، كل فيديو فيه مثلا ثانيه جوج ثواني يعني، وكيكون كيربط بيناتهم. اذا على ما اذا كنقول بان هذا صراحه اكتشفته، اللي غنبقى نخدمو غير هو ماشي مجاني، كيعطيكم واحد التيست تخدمو به، ولكن صراحه اي يعني اللي كيخدم على المحتوى وبغاو يطوروا القناه ديالهم الا وانا غيحاول يشريو، فهمتيني، كاين ديال عام، كاين على حسب 3 شهور، شهرين، 3 شهور، 6 شهور، يعني كتحاولو نتوما. فوالا، إذا حنا في هذا المكان هذي، نلاحظو مقاطع ديال الفيديو، كل، هاهما، حسب لا كونيكسيون، بالنسبة للخلاصة هذي كتلقى محملة بالصور، هذا المكان هذا. الحاجة اللي غندير لكم مثلا، غناخدو مثلا هاد الجملة هادي، غنترجموها ونرى، إذا هي الترجمات، يقول له من أجل اللياقة العامة يجب أن يهدف المطعم البالغين 10,000 خطوة يوميا، يعني إلا كانت هاد الصورة ما عندهاش علاقة بهاد الجملة هادي، كنحاول ندخل جوجل نجيب شي صورة اللي عندها علاقة. وكندير هنا التعديل، كندير هنا التعديل، او بلا ما تدخل كاع جوجل، ملي كندير التعديل كنجي لهنا وكندير المشي مثلا بلونغري، مثلا نشوف هنا بروتيكسيون باش نعرفو سمية ديال المشي بلونجلي او بلونجلي، يعني كنمارش ولكن بلونجلي، فوالا فوالا، كناخدو هاد الكلمة هادي وكنجيو لهنا وكنحاولو نقلبو عليها هنا هاد المكان هذا، فوالا، ونحاول ندير لا غوشيغش عليه. فوالا لاحظ معايا هو كيعطيك بزاف ديال مثلا هاد المشي هادي، كنختار انا نختار غير صورة مثلا، صورة مثلا هادي، فوالا كتبان لي هنا، وكندير مثلا هادي هي الصورة اللي محتاج انا، كندير دون، فوالا هي غتبان لي هنا. فوالا هي الصورة، وكندير حفظ، اوتوماتيكمون يرجع لي هنا، وكذلك باستمرار. أن لاحظوا معايا الصورة اللي عطاونا في الأول، يعني كتحاول أنت مثلا هكا مثلا كنشوف هاد الجملة هادي، هل يستهدف المطعم البالغين 10,000؟ المهم يعني هاد أي صورة إلا ما كانتش ملائمة، إذا قلنا كنديرو لها التعديل، وكنمشيو كنكتبوها تما، وكنجبدوها وكنحط. وأخيرا وأخيرا حمل مثلا
مثلا كمثال فقط، القمش ديالي جاز هنا طوط بهذا الشكل هكا، هو هذا. وملي كتكليكي عليه هنا كيتيليشارجا، كتلقى هنا تيليشارجمون، هاي هاد الفيديو كيتحدد التعديل وكرر إزالة إذا العلامة المائية، يعني هنا باش تشربش تزول على هنا، يعني كي تيليشارجي الفيديو وكتلقاو هنا تيليشارجي، وكتيليشارجي الفيديو ديالك وكتشتغل عليه. ونتمنى نكون وصلتكم هذا الفيديو هذا الموقع هذا، وشكرا لكم.